هذا الفيديو كوميدي وأثبت له بالواقع المسؤولين ديالنا الله يحمرها ضار. يلا سيدي طلق لي راسك، واش حنا غلبتونا؟ يلا سيدي سبع سوا حنا كنضربو، ما نفهمش روحنا حنا كنطحنو في عباد الله. طلق لي سيدي، طلق لي طراك تبغي تخلي حتى حاجة. جردة؟ لا ما كاينش جردة سي، اللي عنده شي جردة يرجع للبلاد. طحن ليا، طحن ليا على الكراج. يلا، اليوم غنحرو الملك العمومي، ما بقاش اليوم سيبا، راه حنا في 2024. اش هكي كحلة طول. على المنشاف، نعم اسي، مرحبا، لا كون هاني، لا راه كندوب تقول في عباد الله. صافي كون هاني كنسرحوا فيهم العيا بلا المقاومه كاينش مقاومه ولي حنا كنلعبوا ولا ياك اسي صافي كون هاني لا والو صافي مرحبا مرحبا سي شكرا استاذ القايد مرحبا استاذ القايد نعم تونا غير وقت الله يرحم الوالدين واش كنت انت اش كنت وحنا راه واحد من دوك الفراشه اللي 30 عام وانا كنفرش في هذا الشارع هذا 30 عام كنفرش في هذا الشارع 30 عام راه كنتفرج في هذا الشارع وولادي كبرنا من هذا الشارع وعايشين منه راه كدي منه واحد البركه قليله راه ما عندنا ملك لا حانوت لا عندنا الشارع متر ونص على جوج متر فراشه ايوا انت اللي تيسري الشارع وكبرتي فيه كبرتي فيه عيد اش بغيتي؟ رينا موت من صالين الملك العمومي والشارع مسدين ولا عباد الله اش بغيتو؟ وانت تما القيد الشارع راه معروف من ايام زمان من اللي كان كان هاد البلاد كانت خاويه كنا كنفرشونا ماشي عندنا بعد عمرنا اسيدي هاد البلاد الغفله اللي تحط شي حاجه كيشحطها بكري ودابا ما عندنا ما نديركم الله يرحم الوالدين جمعنا راسكم الله يرضي عليك استاذ القايد انتم دابا كتكونوا في بيروات مرتاحين بخير وعلى خير تا كتخرجوا هنا كتهجونا وراه حنا زعما راه حنا عندنا وليدات وعندنا مسؤوليه وكراو وراك عارفين الماء تزاد والضوء تزاد وكلشي تزاد اسيدي ما تبكيش عليا انا هذا راه امرت انا كنجي كنخدم الوطن بعدنا ما ندير لكم هاد الشارع راه ملك عام وخاصو يتحرر واش تمجبد ليا فراشه فيها 6 متر؟ ما عنديش 6 متر ولا 2 متر ولا متر واش شافوا حنا راه الله يجعل البركه اسيدي هاد المتر اللي كتهضر عليه هاد المتر راه منك مليون ديال الفرنك فين هو المليون؟ اسيدي كنقول لك مليون ديال الفرنك كيسوى مليون ديال الفرنك وانت مستعمر ولينا واش تحب السيبه ولا؟ لا ما فيها ما استخليتونا غير في جناب التريطوار ماشي مشكل حتى السلطه حتى هي مره هي كنحلقوا معاهم تما في العواشر اسيدي اسمع فمك كيفاش السلطه محركه معكم العواشر؟ من الواجر كنرشو كترشو؟ اش كترشو؟ دابا المقدم ما قالك والو اش قال ليا؟ والمقدم زعما ديما كيجي عندنا كيقول راه صيفطني القايد صيفطني القايد سادة القايد هنا الدراويش راه حنا معايشين معانا غا الدراويش راه درويش عايش مع درويش راه انت راه القرابه مستافدين موالي القريه موالي الحمص موالي البوبوش السفاره وها انت قلت لي السفاره تما مره البوليس تما كنحركوهم تما كيخدموا كيشدوا واحد ولا جوج محركينكم علاش عاد على عفاف الشريع فوق من واحد فيها لو غادي ندخلوا على بلونس كنوحلوا اسمح لي يا سيدي هادشي تخربيق كل يرجع لبلادو هادشي اللي عندنا ما عندنا ما نديروش عندنا ما نديرو في البلاد حنا راه ولادنا تزادوا في المدينه وكبروا في المدينه لا شوف اسيدي ما عندي ما نقول لك هذا هو القانون وزيدون انتم 30 عام وانتم خدامين هنايا اللي صورتوها كدوروا البنكه واش الدوله كتسال معكم شي حاجه والو اصدع الراس وعزبل وعلى كتشوفوا بالصوره ديال البلاد وزيدون عطيناكم 500 درهم اش بغيتو؟ واش الدعم شديتو؟ واش نعم اسي قوتي الهضره بزاف 500 درهم اللي كتعطيو لي الدعم راه كدير لي غنبره كتخلص بها الضو وتخلص بها الماء ايوا سعداتك اسيدي الا لقيتي باش تفك مع مرتك احنا راه كنفكوا معاها من الماندا ديالنا وزيدون هذا الوقت تغيير ما عندي ما ندير لك اسيدي هادشي اللي طلع واش واش تما قرب المونديال بغا تجريو علينا هنا شوف اسيدي من هنا لقدام كاين غير اضرب المسرح يتقادع وجه صافي من هنا مغرب جديد خاصنا نبانو للدول حتى حنا نبانو دولة متقدمة برك عندنا العشوائية نبانو للدولة بأننا حنا المغرب بلد متقدمة ولكن عايشين في الكحت الحمد لله وما عندناش ما ناكلو وما خدامينش هذا هو البلد الزوين كتبان لي أنت غاتجي فين تربى شتاف أري واحد جوج صحاح يقادو هاد خونا واش أخلي دوك جوج صحاح في الثلاجة الله يرحم والدين يبردو راس السال عليهم سعادة القايد الدوز بخير والحاسورة المغاربة مبروك علينا المونديال ديال 2030 ومبروك عيد الشعب القارب ودوزو بخير سعد القايد سير سي بحالك دوز بخير سير بحالك هذا ضربت على الحبس قلت ناقص وزيدتي 70 عام هما مستغلين الملك العمومي وفي الاخر قال حكا قول منام مش هكيك صار اروح عجوز هنا خليني الحب يعذب يا سيدي مشروب يا مو